ورحمة الله وبركاته. يا رب مسيهم بالخير جميعا. تدرون وش أكثر الأقوال التي كان يكررها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر حياته قبل موته؟ تقول أمي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم، يسبح الله عز وجل ويستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا عني وعنك، وذنوبنا قد بلغت عنان السماء واستغفارنا قليل، فلتلهج ألسنا بكثرة استغفار.